رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، السيدات والسادة الحضور، نرحب بحضراتكم في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. هذا المؤتمر الذي تليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، حيث أن مصر تعمل بدأب خلال الفترة الماضية على الترويج لما تمتلكه من إمكانيات واستغلال كافة مواردها لاستغلال الأمثل، لا سيما في مجال السياحة الصحية، نظراً لما لدى مصر من موارد غنية ومتميزة وتساعد في تعزيز مكانتها ضمن أهم وجهات السياحة الصحية في العالم. السياحة الصحية هي نمط من أنماط السياحة الذي يجمع بين الاستشفاء، الاستجمام وأيضاً العلاج، وتقوم بشكل أساسي على جودة الخدمة المقدمة وكفاءة وخبرة القائمين عليها، حيث أنها أيضاً تعد أحد أكثر أنواع السياحة كلفة في العالم. ولهذا نجتمع اليوم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية لتحقيق هذا الهدف المنشود. والآن اسمحوا لي أن أدعو اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. معالي دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، السيدات والسادة الوزراء والسادة السفراء والمحافظون، السيدات والسادة قامات وقادة العمل الوطني في مختلف المجالات خاصة السياحة والصحة، السيدات والسادة رؤساء وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال والاستثمار ورموز العمل الخاص والأهلي، الحضور الكريم، إنه يشرفني ويسعدني الترحيب بحضراتكم جميعاً اليوم. مع بدء فعاليات المؤتمر الدولي تطبيقات السياحة الصحية المصرية والذي ينعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لقد حب الله مصر بمقومات طبيعية بموقع جغرافي فريد يتعين العمل على حسن استغلاله للاستفادة القصوى من كافة هذه الموارد والإمكانيات واستغلال الأمثل وبما يعظم من عوائد وثروات مصر من هذه الموارد والإمكانيات. ونظراً لازدياد تركيز الكثير من الدول في الآونة الأخيرة على تطوير قدرتها والاستغلال الأمثل لإمكانياتها في مجال السياحة الصحية بشقيها الاستشفائية والعلاجية، وهو ما نراه قد انعكس بشكل مباشر على الدخل القومي لها، وحيث تتمتع مصر بمقاومات هائلة في مجال السياحة الاستشفائية مثل العيون الكبريتية المنتشرة في ربوع البلاد والرمال السوداء والطقس المعتدل طوال العام وغيرها من مقاومات السياحة التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ منذ العصر الفرعوني والروماني، وهو ما يوفر لمصر ركيزة أساسية قوية في هذا المجال لإقامة مشروعات السياحة الاستشفائية لتوافر مقاومتها بكثرة في مختلف أنحاء البلاد. ونشير في ذلك إلى أن الإحصائيات العالمية توضح اهتمام كبار السن والأثرياء بهذا النوع من السياحة، الأمر الذي يتضح معه أهمية البدء والعمل الفوري على إتاحة الفرص الاستثمارية لإقامة هذا النوع من المشروعات السياحية والترويج له. كذلك تتمتع مصر ببنية أساسية طبية ضخمة من مستشفيات وأطباء وأجهزة وتجهيزات طبية معاونة يمكن استغلالها في جذب الكثير من المرضى للعلاج في مصر، وذلك باستغلال خبرة مصر الطويلة في هذا المجال وتوافر كوادر طبية متميزة ذات سمعة عالمية، وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يتوسط العالم ويسهل الوصول إليه. إن حسن توظيف جميع هذه العناصر السابقة وتضافر جهود ووزارات وأجهزة الدولة المختلفة لدعم هذا المنتج السياحي الجديد والترويج له والعمل على جعله يتبوأ المكانة التي تتناسب ومقدرات هذا الوطن وإمكانات مصر في مجال السياحة الصحية
قد أضحى واجب وطني يتعين العمل سويا لتحقيقه. السيدات والسادة الحضور الكريم، لقد بلغ حجم السياحة الصحية العالمية حوالي 104 مليارات دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 273 مليار دولار عام 27. وهو الأمر الذي يؤكد أهمية السياحة الصحية في تنمية موارد الدول وزيادة دخلها القومي. إن مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية إطلاق عشرات المبادرات الصحية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطن المصري، والتي استفاد منها عشرات الملايين من المواطنين سواء في مصر أو القارة الإفريقية أو الدول العربية. كما أن صناعة السياحة في مصر تتوافر لها مقوماتها المختلفة، ومن ثم يتعين العمل على زيادة التدفق السياحي من خلال التركيز على أنماط السياحة الأخرى ومنها السياحة الصحية والاستشفائية، وذلك بخلاف السياحة الترفيهية التقليدية. كما يتعين تسديد العقبات التي تحول دون زيادة هذا التدفق، والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية لوضع هذه المقترحات موضع التنفيذ. وكذلك يتعين مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال وإنشاء المنصات الإلكترونية والتطبيقات على الهواتف المحمول لتسهيلها على السائحين، ووضع منظومة قوية تعتمد على تيسير الإجراءات وتبسيطها للحصول على تلك الخدمات. السيدات والسادة، إن مصر تزخر بالثروات الطبيعية والمقومات البشرية التي تؤهلها أن تحقق نجاح كبير في هذا المجال، ونحن على يقين تام من استطاعتها تحقيق ذلك بفضل دعم القيادة السياسية لهذا الملف، وهو ما يظهر جلياً في رعاية فخامة السيد الرئيس الجمهورية لموضوع السياحة الصحية ومتابعته الدائمة لتنفيذه على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق أتوجه بالشكر لفخامته على رعايته الكريمة لمؤتمرنا هذا ودعمه الكامل لهذا الملف الهام وكافة الموضوعات التي تزيد من معدلات الدخل القومي للبلاد. كما أنتهز هذه الفرصة وأطلب من جميع أجهزة الدولة المعنية التكاتف والعمل معا وبذل الجهد لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي وتحويل مصر لأكبر مقصد للسياحة الصحية في العالم، وهو هدف ليس ببعيد المنال، حيث أن لدينا الإمكانيات التي تدعم ذلك. وأود أن أشير في ذلك إلى بعض المقومات الطبيعية السياحية للسياحة الاستشفائية الموجودة بجميع أنحاء مصر، مثل كبرتاش، حلوان، عين السيرة، واحد سيوة، العيون الكبريتية المنتشرة في العين السخنة، وسفاجة، ومنطقة حمام فرعون، ومنطقة حمام موسى، ونبلة الحمراء بمحافظة البحيرة، وغيرها من المقومات الطبيعية الفريدة التي نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في هذا المجال. كما تقدر الإشارة أنه يوجد في مصر حوالي 1365 عيناً للمياه الطبيعية، من بينها عدد كبير من العيون الحرارية والكبريتية، ويزورها آلاف السائحين الأجانب والمصريين. وتعمل الدولة جاهدة على توفير كافة الخدمات وأماكن ووسائل الترفيه في تلك المناطق حتى يزداد الجذب إليها. السيدات والسادة، ومن ذلك المنطلق فإنني أنتهز هذه الفرصة لدعوة رجال الأعمال المصريين والأجانب للاستثمار في مشروعات السياحة الصحية، خاصة في ظل نجاح المشروعات القائمة مثل تلك الموجودة في سيوة وصفاجة وغيرها من التجارب الناجحة. كما تقدر الإشارة إلى نية التوقيع على هامش هذا المؤتمر على بعض عقود بروتوكولات مشروعات جديدة للسياحة الاستشفائية، والتي سوف يتم توقيعها غداً قبل انتهاء أعمال المؤتمر. السيدات والسادة الحضور الكرام، في نهاية كلمتي أرحب بحضراتكم جميعاً مرة أخرى في بدء فعاليات هذا المؤتمر، داعياً الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لإنجاح هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه، ومتمنياً لمصرنا الحبيبة أن تتبوأ أعلى المراتب العالمية في مجال السياحة الصحية، وأن تتضافر جهود أجهزة الدولة لوضع مخرجات المؤتمر موضع التنفيذ لدعم هذه الصناعة الهامة التي تعد محرك رئيسي للاقتصاد القومي، وذلك في ظل اهتمام الدولة الكامل
ودعمها لملف السياحة بمختلف صورها، وفي ظل استراتيجية مصر 2030، وبدعم فخامة السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف الحيوي الهام، إيماناً منه بأهميته للدخل القومي للبلاد، والذي نكرر شكرنا جميعاً له على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بنشكر حضرتك على هذه الكلمة. والآن مع كلمة أستاذ دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الرئيس الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء الأفاضل، السادة الحضور الكريم، ضيوف مصر الأعزاء، السادة المحافظين، السادة رؤساء الجامعات، السادة رجال الأعمال، وكل حضراتكم برحب بيكم جميعا. اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفضل سيادته الكريم برعاية هذا المؤتمر في نسخته الأولى ونسخته الثانية، وتوجيهات سيادته نحو الأهداف والمكونات، وتطلع إلى توصيات المؤتمر ودعم قضايا الوطن الغالي. دولة الرئيس، أتقدم لسيادتكم بالشكر والعرفان لتفضل سيادتكم بتشريفنا افتتاح هذا المؤتمر، وتفضل سيادتكم أيضا بتقديم كلمة لنا والحضور الكريم. مقدرين كل التقدير ونعايش بكل دقة مما ما تقدمونه لمصر من جهود كبيرة ومستمرة من أجل الوطن والمواطن في ظروف عالمية وإقليمية ومحلية في منتهى الدقة والصعوبة. الشكر ممدوج بالدعاء وبالتوفيق ومزيد من العطاء. والشكر أيضا ممتد لكل من ساهم في التحضير والتجهيز والاستعداد والعمل لسنوات طويلة جدا لعمل النسخة الثانية من هذا المؤتمر. السؤال: لماذا مؤتمر للسياحة العلاجية أو السياحة الصحية؟ وطبعاً قعدنا في ديبيت كبير جداً، هي سياحة صحية ولا سياحة علاجية؟ والصحة، الصحة بصفة عامة تعني الصحة الوقائية، الصحة النفسية، الصحة الاجتماعية، والصحة العلاجية. الهدف واحد، لكن الاستشفاء وقاية وعلاج. الاسترخاء هو صحة أيضا نفسية وجسمانية وعلاجية. الهدف في الآخر أو الهدف المطلوب هو رفاهية الإنسان من كل النواحي، وهنا تأتي أهمية كل الجوانب المكونة للصحة. أولاً، لماذا السياحة هنسميها العلاجية أو الوقائية أو الاستشفائية؟ هي كلها في الآخر الهدف واحد. طبعاً الدولة بتوجه اهتمام كبير جداً بالسياحة بكل مكوناتها لدورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني. وسيادة دولة رئيس مجلس الوزراء أعلن أن احنا نتوقع أو الاكسبكتيشنز بتاعتنا أن احنا نوصل ل 30 مليون سائح. السياح دول اللي بيجوا على مدى التاريخ ومتابعتنا هم نفسهم السياح اللي جايين لغرض السياحة بكل أنواعها، سواء سياحة الآثار أو سياحة البحر الأحمر أو الشواطئ أو أي نوع من السياحة. جزء منهم بيعي، اللي بيجيله حالات حادة، اللي بيجيله أزمات، اللي بيحتاج أزمة قلبية، كل ده
بيلجأ للقوى المصرية الطبية في العلاج. فإذا اللي عايز أقول لكم عليه، الاهتمام بالسياحة العلاجية ليس وليد اليوم، بل هو في خاطرنا علميا وعمليا منذ سنوات طويلة. وأنا كنت بقولت الزملاء وإحنا عاديين، أما كنا صغيرين كنا نروح عيادات أساتذتنا، نص الموجودين من دول خليجية أو من السودان أو دول أخرى. فتجربة مصر في السياحة العلاجية ليست وليدة اليوم، لكن هي طويلة المدى. استقبال مصر الضيوف خاصة من المنطقة العربية ومن أفريقيا سنوات طويلة ماضية وبأعداد ليست بالقليلة، طالب التشخيص والعلاج أو إجراء مختلف أنواع الجراحات، وبيحملون معهم نجاح هذه التجربة وبسمعة طيبة، وما زال هذا التوجه موجود حتى الآن. يعني إحنا عندنا سياحة علاجية طبعا موجودة، اللي بيجي يعمل عمليات، اللي بيجي ياخد علاج، اللي بيجي ياخد أي نوع من أنواع الاستشفاء. وعايز أقول لحضراتكم حكاية الاستشفاء دي، يروح الحتة الفلانية، كل ده نوع من العلاج. لأن أي واحد بيعمل عملية جراحية أنت بتقول له هتاخد فترة نقاهة، الفترة نقاهة دي ممكن تبقى أسبوعين، ثلاثة، أربعة، ممكن جدا يتم هذا في إطار المكونات المصرية. آلاف الأطباء من مصر من مختلف التخصصات وكوادر التمريض والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي في مختلف بلدان المنطقة، ما زال حتى الآن الكوادر البشرية المصرية هي التي تحمل عبء الخدمة الطبية في أماكن أخرى. مؤهلين، قادرين. أنا سألت نفسي سؤال وسألته قبل كده في المؤتمر اللي فات، هل مصر قادرة على تقديم أو تحسين أو زيادة السياحة العلاجية؟ الإجابة نعم، بكل المؤسسات. وأيضا كل الشكر للمدرسة الطبية العريقة، كل التحية والتقدير والعرفان لكوادر مصر الطبية ومدرستها الطبية العريقة التي تساهم في السياحة العلاجية المصرية وخارج مصر وفي العالم كله. أصبحت السياحة الصحية بكل مكوناتها وخاصة السياحة العلاجية صناعة كاملة وتدعم الاقتصاد، وهناك دول كثيرة جدا جدا جزء كبير من اقتصادها قايم على شقين، السياحة الصحية والسياحة التعليمية، واحنا عارفين هذا. فإذا الإجابة بنعم، لأننا نعلم كاملا وهناك إيمان كامل بقدرة المؤسسات الطبية في مصر ومؤسسات ومواقع العلاج التكميلي وقيمة المواقع والمناخ والخبرة في التعامل مع ضيوف مصر، قدرة على استفادة أكبر وأعمق من هذا الجانب السياحي. وزي ما قلت لحضرتكم، هو إيمان كامل وبتجربة وخبرة بقدرة الكوادر البشرية المصرية التي استطاعت توطين كل ما هو جديد ومتطور وتكنولوجيات التشخيص والعلاج. اللي بيحصل النهاردة، بيحصل امبارح، بيطبق النهاردة في مصر، وكل التدخلات الدقيقة، وفي بلاد أخرى كثيرة، ليس في مصر وحدها. وبناء على ذلك، العمل الوطني المتكامل من منظومة الرعاية الصحية والتنسيق بجودة وفاعلية وشفافية ووضوح ورعاية وإشراف ومراقبة علمياً وعملياً ومالياً ومتابعة، تستطيع مصر أن تحصل على التصنيف والنصيب من هذه السياحة. الرقم كبير جداً، وأنا كنت أعمل برزنتيشن، لكن الرقم بيتزايد، مليارات الدولارات تصرف. نمرة واحد في جنوب شرق آسيا، نمرة اتنين في أمريكا اللاتينية، نمرة ثلاثة في أوروبا. أوروبا النهاردة ما بقتش هي الملجأ الوحيد. فإذا وفي إطار اتساع نطاق وقدرات قطاع السياحة ودعم الدولة الكامل، وهذا اتجاه وطني وبتوصيات هذا المؤتمر مع هذه النخبة الكبيرة من الخبراء وأصحاب التجارب العميقة، إن شاء الله نحقق المستهدف. طبعا هو أنواع السياحة في مصر كثيرة جدا، والواحد لما راجع إيه المواقع اللي ممكن الإنسان يتعالج فيها ويستشفى فيها،
هي كثير جدا. إن شاء الله مع هذه التوسعات والتوقعات المستقبلية ومتوقع 30 مليون سائح، فإذا حسب الإحصائيات الطبية العالمية نسبة مقدرة من هذه النسبة ممكن الاستفادة منها بالكامل في السياحة العلاجية. خلي بالكم حضراتكم، السعادة صحة والغضب والاضطراب مرض، راحة البال صحة ودعوة. نخلص أنه الهدف من هذا كله، الهدف من هذا العمل هو هدف وطني في سبيل مصر، وهدف وطني طالب بها قائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيجب أن نعمل جميعا من هذا الغرض. هذا المؤتمر مؤتمر علمي عملي مدعم بخبرة تراكمية من الخبراء والشركاء، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس، خبرات عربية وأوروبية وأمريكية لتبادل المعرفة والخبرة القصوى والاستفادة القصوى من هذه الخبرات في العمل ودعم منظومة الرعاية الصحية. المؤتمر 14 جلسة، 70 متحدث ورئيس جلسة، 22 متحدث من خارج مصر، من المملكة المتحدة، لبنان، ألمانيا، تركيا، فرنسا، جنوب إفريقيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ليبيا والهند. Our guest speakers from different countries, we appreciate very much your kind contribution in our meeting, and we hope with your experiences to implement the maximum benefits in our country. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بنشكر حضرتك على هذه الكلمة. والآن مع كلمة الأستاذ دكتور رنا حجي، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، نائب عن الدكتورة حنان بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، فلتتفضل. صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله. أصحاب المعالي والسعادة، مع حفظ جميع الألقاب، السيدات والسادة والمشاركون الكرام، إنه لمن دواعي سروري البالغ بالنيابة عن دكتور حنان بلخي، المديرة الجديدة لمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن أنضم إليكم اليوم في هذا المؤتمر المهم لمناقشة موضوع السياحة الصحية المتزايد الاتساع والأهمية على الصعيدين العالمي والإقليمي. شكراً جزيلاً على الاستضافة، وشكراً جزيلاً دكتور عوض على الإصرار مشاركة منظمة الصحة في هذا المؤتمر. فالسياحة الصحية تعد حالياً أحد أسرع أشكال السياحة نمواً، ووفقاً لجمعية السياحة العلاجية قدر حجم سوق السياحة العلاجية العالمية بمبلغ فوق مبلغ 100 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15 و25%. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا بالذات، وهي منطقتنا منطقة شرق المتوسط، من المتوقع أن يصل حجم صناعة السياحة العلاجية إلى 135 مليار دولار أمريكي بحلول 2026، مع معدل نمو سنوي بنسبة 8.5% بين عامي 21 و26، نسبة تزايد كبيرة. وتحظى مصر طبعاً بمكانة مناسبة تؤهلها للعب دور كبير جداً في هذا المجال، وخاصة أن منطقتنا للأسف تعاني من أزمات كبيرة سياسية وصحية التي أدت إلى أضعاف الأنظمة الصحية. وطبعاً نحن بنشكر دولة جمهورية مصر العربية على الدور الكبير المهم يلي تقوم فيه بالوقت الحالي لمساعدة كثير من الدول في هذه الأزمات الكبيرة.
فلقد قطعت مصر في شوطا طويلا في المجال الصحي، خاصة أنها أصبحت أول بلد يصل إلى المستوى الذهبي في مسيرته نحو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي سي، وفقا للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. وحصلت أيضاً هيئة الرعاية الصحية في مصر على الجائزة الذهبية المرموقة لدورها القيادي في مجال الاستدامة الصحية في العالم العربي، تقديراً لمساعيها المتميزة في الدعوة إلى تحقيق التحول الأخضر في قطاع الرعاية الصحية or hospital, greening hospitals. وعلاوة على ذلك، فقد أنجزت مصر يعني صراحة إنجازات مصر في ميدان الصحة كبيرة جدا، ولكن في الفترة الأخيرة كان في إنجازات كبيرة، خاصة موضوع التخلص من أمراض واستئصال أمراض خطيرة جدا، الأمراض الحصبة والحصبة الألمانية وغيرها، وحتى القضاء على سرياتهما المتوطنة. وطبعاً في دول أخرى في المنطقة مثل لبنان والأردن التي تشهد أيضاً تدفقاً سياحياً علاجياً، مثلاً يعني عندي بعض الإحصائيات، معنا كتير إحصائيات من كل الدول، وهذه كمان نقطة بحاجة لبيانات أكثر. مثلاً الأردن فقط في عام 2018 وصلت لاستضافة حوالي 300 ألف سائح علاجي بإيرادات قدرها حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي حسب إحصائيات إدارة التجارة الدولية. وطبعاً مصر تملك كل المقومات الأساسية لإنجاح السياحة العلاجية. أنا يعني أحب أن أركز على كيف يمكن أن تكون السياحة العلاجية فرصة مربحة لجميع الأطراف، يعني what we call win-win opportunity، وخاصة لتعزيز الأنظمة الصحية، إذ توفر لنمو كلا القطاعين الصحي والاقتصادي. وعلى المستوى الصحي يعني يهمنا أن نستفيد من هذا للعمل على تعزيز النظم الصحية في الوقت ذاته، كي يمكن لنمو السياحة العلاجية أن تدعم الارتقاء بالبنى الأساسية داخل قطاع الصحة وخارجه، وتتيح أيضاً فرصة لتحقيق فوائد صحية معززة. مثلاً السياحة العلاجية يمكن أن تزيد القدرة على شراء أحدث التكنولوجيات الطبية، وتعزز بدورها القوى العاملة الصحية، وقد يفتح ذلك الباب أمام اجتذاب العاملين الصحيين المهاجرين للعودة إلى بلدهم، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف هجرة العقول. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنطوي السياحة العلاجية على حوافز لزيادة الجودة من خلال ضمان الامتثال بالمعايير الدولية العالية للرعاية، وتعزيز ثقافة التطوير الشخصي التي يمكن طبعاً للسكان أيضاً الاستفادة منها. ومن المهم أيضاً للسياحة الصحية طبعاً وجود جودة الرعاية الصحية، تخفيف عن كل المخاطر المحتملة المرتبطة بالسفر للأغراض العلاجية. وينبغي لمقدمي الرعاية الصحية المنخرطين في صناعة السياحة الصحية أن يضمنوا وضع سلامة المرضى، جودة الرعاية، الوقاية من العدوى ومكافحتها على رأس الأولويات. وبالإضافة إلى ذلك طبعاً يمكن لكل الدول الأخرى أن تضع وتفرض لوائح للوفاء بمعايير اللازمة في هذه المرافق الصحية بما يتواءم مع احتياجات المرضى من مختلف الدول. ويتطلب هذا طبعاً حوكمة قوية للقطاع الصحي التي هي مؤمنة طبعاً في مصر، ولكن توفر السياحة العلاجية هذه الفرص بشكل أكبر، والإشراف على النظام الصحي بأكمله العام والخاص طبعاً، والتناسق أو التنسيق بين كل الوزارات، وزارة الصحة والتجارة ووزارة السياحة طبعاً، في وضع سياسات رشيدة بشأن الخدمات الصحية والسياحة الصحية، ووضع استراتيجية واضحة للعمل التعاوني مع القطاع الصحي الخاص أيضاً. وبينما نعكف على دعم السياحة العلاجية، يجب أن نواصل تركيزنا وتوازننا فيما يخص قطاع الصحة المحلي لضمان الإنصاف في تقديم الخدمات الصحية للجميع. مثل ما قلت، هي win-win opportunity، ولا سيما الفئات الأشد تأثراً. فقد يعني هو بعض الريسك طبعاً، ولكن فقد يرهق تدفق السائحين العلاجيين موارد النظام الصحي في البلد المضيف، وقد ينشأ عن السياحة العلاجية أيضاً خطر يتمثل في سحب بعض الاهتمام والموارد من برامج الصحة العامة. وطبعاً بمصر بعتقد هذا موضوع صعب، ولكن من المخاطر اللي واحد يعني يجب أن ننتبه لها.
لذا يتعين على كل الراسمين السياسات الوطنيين من القطاعين التجاري والصحي والسياحي العمل عن كثب لضمان وضع تلك السياسات على نحو يراعي احتياجات سكان البلد. ويجب أن تضمن السياسات الموضوعة طبعاً التوزيع العادل للموارد وأن تعمل الأولوية للاحتياجات الصحية للمواطنين وتعزز إتاحتها والقدرة على تحمل التكاليف للجميع. ومصر طبعاً بالفعل واحدة من أفضل المقاصد الصحية، كلنا نعرف ذلك ونتمتع بكل موارد السياحية في مصر وتتمتع بإمكانات كبيرة لتطوير السياحة العلاجية في إطار صناعة السياحة القائمة والراسخة لديها بالفعل. وسوف نعمل من كمنظمة للصحة العالمية طبعا مع الدولة المصرية مع وزارة الصحة طبعا من أجل تحقيق هذا الهدف في اجتذاب أكبر عدد ممكن من السياح سنويا وجني ثمار هذا القطاع الآخذ في التطور عبر إقامة شراكات فعالة مع القطاع الصحي العام والخاص وتعزيز حوكمة القطاع الصحي بشكل عام. وختاما أؤكد لكم أننا كمنظمة لن ندخر وسعاً في مواصلة تقديم الدعم التقني والاستشاري وغيره من أشكال الدعم إلى جمهورية مصر العربية وكل دول الأعضاء، ومتمنية لكم النجاح والتوفيق في هذا المؤتمر. شكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ دكتور رنا حجي، نشكر حضرتك على هذه الكلمة. والآن مع كلمة السفيرة سهى سمير ناشد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين والخارج، فلتتفضل. دولة السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، السادة الوزراء وكبار المسؤولين والعلماء والأطباء وخبراء السياحة المشاركون معنا اليوم في هذا المؤتمر الهام، أهلا بكم في القاهرة أقدم عواصم الطب في العالم وأشهرها وأكثرها أهمية من حيث المواقع الاستشفائية العلاجية على مستوى العالم وكنز من كنوزه التي لم يستفد بها العالم بالقدر الكافي حتى هذه اللحظة، حيث ظلت لعقود طويلة خافية على الكثيرين عدا من يعرفونها بشكل قريب. الواحات البحرية، سيوة، سفاجة، عيون حلوان، عيون موسى، رمال سفاجة السمراء، جبال الملح، الأبار الكبريتية وخصوصاً الأبار الساخنة منها، عيون الثرو المسمى بالعيون السحرية وغيرها الكثير من الكنوز التي أود أن أوجهها لدكتور عوض تاج الدين وكذا السيد المحافظ خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر يعني تنظيمهم هذا المؤتمر الهام اليوم الذي من شأنه أن يسلط الضوء على هذه الكنوز التي نعرف قيمتها جيداً في مصر. السادة والسيدات، منظومة السياحة الاستشفائية لها أضلع ثلاثة، وأضلع ثلاثة غاية في الأهمية لا يمكن الاستغناء عن إحداها: الطبيب والمريض والموقع السياحي أو الموقع الاستشفائي. وبالنسبة للمواقع الثلاثة وبالنسبة لهذه الأضلع الثلاثة الهامة، تعتقد وزارة الهجرة بأن لها دوراً كبيراً في ثلاثتها. فبالنسبة للطبيب، وزارة الهجرة وهي معنية الوزارة المعنية ب 14 مليون مصري في الخارج، منهم الكثيرون من الأطباء الذين أصبحوا علامات ورموز علمية غاية في الأهمية على مستوى العالم، معروفون بالاسم ومعروفون بالخبرة، ذوي أبحاث علمية ضخمة، وهي على علاقة تواصل مستدامة بهؤلاء الأطباء، ومنهم الكثيرون متحدثون في مؤتمرنا هذا، وأيضاً الكثيرون موجودين أونلاين. أنا عارفة أن في بس أوريدي
أونلاين لهذا المؤتمر الغاية في الأهمية يتابعون مخرجات والتوصيات التي ستصدر عن هذا المؤتمر. هذه العلاقة القوية تؤدي بوزارة الهجرة إلى أن تكون حلقة وصل ما بين هؤلاء الأطباء الهامين وما بين الدولة المصرية ووزارة الصحة المصرية، وهو ما دعا إلى وجود قناة مباشرة بين وزارتي الهجرة والصحة تفعيلاً لدور هؤلاء الأطباء ودورهم في مجال الصحي في مصر من خلال الكثير من الإجراءات التي يقومون بها دعماً لوطنهم الأم، ومن خلال أيضاً التواجد مع هؤلاء الأطباء من خلال المجموعات التواصل بشكل مباشر وبشكل يومي، والكثير من المشروعات التي يقومون بها، وكان آخرها المدن العلمية التي يعدها ويستثمر فيها عدد من الأطباء المصريين اللي موجودة في مصر وفي مجالات البحث العلمي والمجالات المستلزمات الطبية وغيرها. الشق الثاني والضلع الثاني وهو الخاص بالمعالج أو المريض، وهو أيضاً الشق الذي تهتم به وزارة الهجرة، أخذاً في الاعتبار أن الكثير من المصريون في الخارج سواء كانوا من أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع من دارسي الطب، أو سواء كانوا من أبنائنا المستديمي الزيارة إلى مصر الحبيبة لزيارة الأهل والأصدقاء، أو سواء كانوا من كبار السن والمعاشات، وهو ما يدع العلاقة قوية ما بين وزارة الهجرة ونفس حلقة الوصل التي تقوم بها بالاتصال مع وزارة السياحة سعياً لخلق المزيد من البرامج التي تخلق لهؤلاء وجود في بلدهم الأم، وخصوصا بالنسبة لكبار السن والصفقات السياحية للاستشفاء وكذا الصفقات السياحية الخاصة بالوجود خلال أشهر الإجازات وأشهر المعاش التي يسعون فيها إلى التواجد في أثناء الشهور الباردة في دولهم التي يقيمون فيها، وهو أيضا دور نعتقد بأنه غاية في الأهمية ودور حاسم في العلاقة مع وزارة السياحة ومع وكلاء السياحة في مصر ومع هيئة تنشيط السياحة ومع جميع القائمين على الفنادق والسياحة في هذا المجال. الدور الثالث أو الضلع الثالث اللي تعتقد وزارة الهجرة في وجود غاية ويعني أهمية كبيرة لدورها فيه، وهو الشق الخاص بالمواقع السياحية والاستشفائية التي نعتقد في وجود أهمية ضخمة للاستثمار فيها، وده اللي بتشتغل عليه وزارة الهجرة مع جماع المستثمرين ولدى المصريون في الخارج الكثير من المستثمرون المعروفون على مستوى العالم باستثماراتهم في هذا المجال. وجاءت من بين هذه الأمور الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج الذي تم تسجيلها في هيئة التنشيط في هيئة الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار، والتي يعتزم مؤسسوها أن يكون مجال السياحة هو أولويات هذه المجالات. هذا الدور أيضا ينطلي على الكثير من التعاون القائم ما بين وزارة الهجرة وما بين المستثمرين المصريين من خلال الكثير من الندوات، من خلال الكثير من الأدوار التي تقوم بها سعيا لتذليل أي تحديات لهؤلاء للاستثمار في مصر. السيدات والسادة، مؤتمركم اليوم مؤتمر غاية في الأهمية ذو رسالة عالمية من المفترض أن يضع مصر على خارطة طريق السياحة الاستشفائية التي يتعين عليها أن تحتله. ننتظر الكثير من التوصيات، ننتظر الكثير من الإنجازات في هذا المؤتمر، ونعدكم بأن نكون أول العازمين على أن نقوم بتنفيذها. شكرا جزيلا. السفيرة سهى سمير ناشد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين والخارج، نشكر حضرتك على هذه الكلمة. والآن مع كلمة أستاذ دكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء سيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، معالي السادة الوزراء، السادة المحافظين، السادة السفراء والدبلوماسيين، السادة العلماء والباحثين، السادة رؤساء الجامعات، السيدات والسادة الحضور الكريم، أشرف اليوم بعرض دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم منظومة السياحة الصحية أو العلاجية. وأشكر أتوجه بالشكر في البداية السيد الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والسيد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تنظيم هذا المؤتمر الدولي الداعم لهذه المنظومة. أود أن أشير أيضا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت في يونيو من عام 23 السياحة التعليمية، ونحن نعمل مع السياحة التعليمية بحضور العديد من السادة الوزراء. فالسياحة التعليمية والسياحة العلاجية بالإضافة إلى روافد السياحات الأخرى السياحية مثل الثقافية والدينية والترفيهية هي موجودة لتغطية جميع أنواع السياحة في مصرنا الحبيبة. فإن مصر بإرثها الغني وتنوعها الطبيعي الفريد تقف على أعتاب فرصة ذهبية لتصبح قبلة عالمية للسياحة الصحية. الفرصة اليوم تكمن في استغلال وتطوير الاستراتيجيات التعليمية والبحثية بشكل متكامل لتعزيز الخدمات الصحية والسياحية التي نقدمها. وأغتنم هذه الفرصة لعرض كيفية مساهمة الجامعات والمستشفيات الجامعية من خلال تخصصات متنوعة مثل السياحة والفنادق والتمريض والطب والاقتصاد والخدمة الاجتماعية في تفعيل منظومة السياحة الصحية بمصر. هذه السياحة لم تعد فقط وسيلة لتلقي العلاج، بل أصبحت جسراً لتبادل الثقافات والمعرفة وتعزيز الروابط بين الشعوب. ولتحقيق الدور الإيجابي من وزارة التعليم العالي في تنشيط السياحة الصحية من خلال الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، من الضروري اتخاذ مدخل شامل يتضمن تحديث المناهج الدراسية وتوسيع الشراكات الدولية وزيادة الفرص التدريبية العملية للطلاب. هذه الخطوات ستؤهل الخريجين لمواكبة متطلبات السوق المتزايدة ودعم القطاع الحيوي في مصر. هذا النهج يهدف إلى دمج المعرفة الطبية مع الضيافة ورعاية المرضى لضمان حصول الزوار الذين يسعون للحصول على العلاج الطبي في مصر على رعاية شاملة تشمل احتياجاتهم الطبية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال تطوير برامج تعليمية متخصصة تركز على إدارة الرعاية الصحية للمرضى الدوليين، أساسيات السياحة الطبية، التسويق للسياحة الصحية، إدارة المرافق الصحية السياحية، أخلاقيات السياحة الطبية، واقتصاديات السياحة الصحية، بالإضافة إلى جودة الخدمات في السياحة الطبية والقانون الدولي للسياحة الطبية والبحوث العلمية في ذلك المجال. أيضا إدراج مواد تتعلق بأساسيات الرعاية الصحية للطلاب غير المعنيين بالقطاع الطبي لتعزيز فهمهم لاحتياجات السياح الصحيين. ولعل محور تأهيل الكوادر اللازمة لتقديم تجربة شاملة ومتكاملة للسائحين الصحيين، فالتدريب يشمل ليس فقط الجوانب الطبية بل كيفية توفير تجربة إقامة مريحة ومراعاة الاحتياجات الثقافية والنفسية للمرضى وعائلاتهم. لذا فإن المستشفيات الجامعية بمصر تلعب دوراً محورياً في هذا المجال، حيث تجمع بين الخبرة العلمية والقدرات العلاجية الفائقة ليس فقط في تقديم الرعاية الطبية بل وفي البحث العلمي والتعليم الطبي. السنة الماضية وحدها استقبلت مستشفياتنا الجامعية أكثر من 10,000 مريض أجنبي،
مما يعكس الإمكانيات الكبيرة لمصر في هذا المجال، كما يمكننا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة عالمياً في السياحة الصحية من خلال التركيز على البحث والابتكار، وهو ما نعمل عليه حالياً في العملية التعليمية والتدريب العملي المستمر والمستدام واستخدام التكنولوجيات الحديثة الرقمية. يمكننا تحقيق هذا الهدف جعل مصر وجهة عالمية مفضلة للعلاج الطبي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الصحي والسياحي. في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كان أحد محاورها هو التعاون الدولي من خلال تعزيز الشراكات مع الجامعات والكليات الدولية وأشهر المستشفيات الدولية التي لديها برامج متقدمة في مجال السياحة الصحية وإدارة الضيافة، وأيضاً من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية والشراكات مع المؤسسات الصحية العالمية. هذه الشراكات بتشمل تبادل طلاب وأساتذة وتطوير مشروعات بحثية مشتركة وورش عمل وندوات تعليمية تتعاون مع المؤسسات الدولية التي لديها نقل للمعرفة والخبرات العالمية إلى جامعاتنا المصرية. ولعل ما يشهده قطاع المستشفيات الجامعية حالياً من تطور في بنيته التحتية لتكون مستشفيات ذكية باستخدام تكنولوجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير تكاليف تنافسية لتقديم خدمات دعم ومساعدة متكاملة. وفي الختام أود أن أؤكد أن السياحة الصحية ليست مجرد فرصة لتعزيز الاقتصاد المصري، بل هي أيضاً فرصة لإظهار التزامنا بتحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للعالم. ولتحقيق هذه الأهداف يتطلب رؤية شاملة وتعاون وثيق بين الوزارات والمؤسسات التعليمية والصحية والسياحية. بالعمل معاً يمكننا وضع مصر على خريطة السياحة الصحية العالمية وجذب المزيد من الزوار الدوليين الذين يبحثون عن علاجات ذات جودة عالية في بيئة ترحيبية وغنية بالتجارب الثقافية والطبيعية. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ دكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شكراً جزيلاً على هذه الكلمة. أما الآن السادات والسادة الحضور، أترك حضراتكم مع فيديو وثائقي عن إمكانيات السياحة الصحية في مصر. مصر التاريخ، مهد الحضارة، قلبها النابض بالحياة. على أرض مصر تتنوع الثقافات، حيث الطبيعة الفريدة التي تمنح القادمين إليها راحة وشفاء. إنها الأرض المباركة، أرض الكنانة. أنا بحكم تجربة كبيرة جداً وعميقة جداً وتجارب إن مصر كانت يعني ملجأ وكانت قبلة لتلقي العلاج والجراحات من دول كثيرة جداً، كانت وما زالت وإن شاء الله سوف تستمر في تلقي العلاج والاستشارات الطبية وتدخلات الجراحية الدقيقة في جمهورية مصر العربية. الدولة لديها رؤية مستقبلية وخطة طموحة لزيادة حجم التواجد على الخريطة العالمية للسياحة الصحية من خلال إطلاق منصات إلكترونية تقديم خدمات السياحة العلاجية بواسطة وزارة الصحة والسكان، حتى نصل إلى التواجد في المراكز الخمسة الأولى عالمياً والحصول على 10% أو يزيد من عوائد السياحة العلاجية على مستوى العالم. سيوة، واحة السحر والجمال، أشجار نخيل وزيتون، وجهة السياحة العلاجية في مصر، حيث الدفن في الرمال الدافئة التي تمنح الاسترخاء والاستشفاء. الوادي الجديد، آثار متنوعة لعصور مختلفة، صحراء بيضاء
محمية طبيعية، عيون كبريتية ساخنة، كنز علاجي طبيعي، أعشاب طبية نادرة، إنها أرض الشفاء. زهرة الجنوب، أسوان، متاحف أثرية، حديقة نباتات نادرة، وقرى نوبية أصيلة، رمال علاجية دافئة. سفاجة، منتجة على شاطئ البحر الأحمر، قرى سياحية متميزة، مياه ذات ملوحة عالية، رمال سوداء وطبيعة علاجية خاصة، صحبة بدوية ممتعة. عين حلوان، من أشهر العيون المائية في مصر وأقدم المقاصد السياحية العلاجية بها، وليس لها مثيل، حيث النقاء والاستشفاء. حمام موسى، يطل على شاطئ البحر بخليج السويس، يقابله الجبل، ينبع منه 7 عيون كبريتية، إنه مزار سياحي رائع يقع على واحة نخيل شاسعة في طور سيناء. في قلب الجبل كهف حمام فرعون الأثري، يستخدم كسونة طبيعية وعلاج الكثير من الأمراض لمرور الحرارة في مياهه الكبريتية من أسفل الكهف إلى أعلى سطح الجبل. سانت كاترين، جوهرة خالدة، واحدة من أجمل المدن المصرية، فهي محمية طبيعية على قمة الجبل. كلم الله موسى، إنها واحة التاريخ المقدس، وفي قلب الطبيعة تنمو الأعشاب والنباتات النادرة التي تستخدم في علاج الأمراض الصدرية. شرم الشيخ، مدينة السحر والسلام، منتجعات سياحية تجذب السائحين إليها من مختلف أنحاء العالم، وتضم مراكز صحية متميزة ومستشفى شرم الشيخ الدولي، نموذج عالمي لمدينة سياحية مصرية، حصلت على العديد من الجوائز العالمية كأفضل وجهة سياحية آمنة في العالم. وقد حاز السيد محافظ جنوب سيناء على لقب شخصية العام لتطبيقه معايير التنمية السياحية الشاملة. كان هناك تكريم لمحافظ جنوب سيناء من منظمة السياحة الأفرو آسيوية للفوز بجائزة أفاسو الذهبية كرجل العام، كأفضل محافظ لتنموي لمدينة سياحية، وحصول مدينة شرم الشيخ أفضل مقصد سياحي آمن على مستوى العالم. وتقوم المحافظة بتطوير وتأهيل المناطق المحيطة بها حتى تعمل كأدوات جذب جديدة للسياحة العلاجية والسياحة العامة. بالعلاوة على أن مصر تملك مؤسسات في مختلف المواقع، يكاد يكون ما فيش محافظة في مصر ما فيهاش موقع استشفائي أو علاج تكميلي أو علاج للاسترخاء أو التعافي من عمليات جراحية أو أمراض مزمنة أو أمراض طويلة في مختلف المحافظات. أيضاً سيضع خريطة للمستقبل لإنجاح منظومة الرعاية الطبية العلاجية للقادمين من الخارج. sentido una rigidez en la nuca y no podía mover la cabeza, no podía moverla, y me desmayé. Y ya no me acordé hasta que no pasó muchas horas o ya por la noche sigo, fue cuando me acordé de lo que me había ocurrido. Y luego me volvió a pasar ese mismo día también por la noche. Y entonces ya fue que no nos vinimos aquí porque ya estaban preocupados por mí. Y aquí muy bien. Trabajar una gente estupenda. هكذا احتلت مصر موقعا متميزا على خريطة السياحة العلاجية، وأصبحت وجهة سياحية لراغبي الاستشفاء من أنحاء العالم كافة. والآن مع كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
معالي السيدات والسادة الوزراء وممثلو المنظمات الوطنية والعربية والدولية، السيدات والسادة الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أنقل إليكم جميعاً تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي نجتمع اليوم تحت رعايته الكريمة لإثراء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للسياحة العلاجية. كما أود أن أشارككم تمنيات سيادته بأن يكلل مؤتمرنا بالنجاح والتوفيق، خاصة أنه يرفع في دورته الثانية شعار تطبيقات السياحة الصحية المصرية. فأهلا بكم جميعا ضيوف مصر الكرام. السيدات والسادة، نجتمع اليوم لنتحاور بشأن مستقبل صناعة تعد الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهته. إنها صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية. فضلا عن ذلك، يمكن الاستدلال على أهميتها الاقتصادية بموجب إحصائيات عدة. فمثلا على سبيل المثال، يتجاوز حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم وفقا لمجلة السياحة العلاجية Medical Tourism Magazine الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العملاقة مثل اليابان أو ألمانيا أو الهند. أيضا وفقا لجمعية السياحة العلاجية The Medical Tourism Association، فيعبر حوالي عشرات الملايين سنويا في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافروا إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية. لا شك أن هذا النمو الكبير في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي مدفوعا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية والابتكارات التكنولوجية الحديثة والتقنيات العلاجية المستجدة، التي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى، الأمر الذي يحفز المواطن العالمي على السفر للحصول على تجربة علاجية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا النمو في الطلب على السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء مدفوعاً بواحد من أكبر التغيرات الديموغرافية الجوهرية التي يشهدها القرن 21، المتمثل في شيخوخة السكان، تلك الظاهرة التي يطلق عليها أيضا الشيب العالمي، والناتجة عن ارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عاما فأكثر، مع تنامي فئة السكان الأكبر سنا 84 عاما فأكثر. فوفقا لتقديرات الهرم السكاني، من المرجح أن يرتفع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عام وأكثر من 10% من الإجمالي عام 2023 إلى 16.5% عام 2050، علما بأن عددهم سوف يتضاعف خلال هذه الفترة من حوالي 800 مليون نسمة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة. وبطبيعة الحال يزيد ذلك من فجوة خدمات الرعاية الصحية غير الملباة، ويخلق فرصاً اقتصادية غير محدودة للوفاء به. أيضاً تعد السياحة العلاجية والاستشفائية مجالاً خصباً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها واحدة من الخدمات الأساسية. الحضور الكريم، إدراكاً للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية، فقد شرعت مصر في وضع رؤية تنموية متكاملة للعديد من مواقعها السياحية والساحلية الفريدة، لتكون مقاصداً للسياحة العلاجية والاستشفائية مثل مدن شرم الشيخ والغردقة وسفاجة والقصير على ساحل البحر الأحمر، وأيضاً المدن الجديدة التي شرعت الدولة في إنشائها على ساحل البحر المتوسط مثل العلمين ورأس الحكمة، بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية الأخرى داخل قلب مصر التي رأينا أمثلة منها في هذا الفيلم الذي عرض منذ قليل. وكل هذه المقاصد بتأمل الدولة المصرية وتشرع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومع
ذوي الخبرة في تنميتها، حيث أن هذه المدن والمقاصد تتمتع بمواقع استراتيجية جذابة يؤهلها لأن تكون مقاصدا سياحية عالمية لما تظهر به من مقومات الجذب السياحي، وكذلك يمكن أن تكون موطنا للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والاستمتاع بنمط حياة يمزج بين الراحة والأصالة، وأيضا أن تكون هذه المقاصد من أفضل الوجهات العالمية للسياحة بوجه عام والعلاجية والاستشفائية بوجه خاص. ليس هذا فحسب، ولكن أعلننا بالفعل في إطار هذا التوجه في أوائل شهر يناير الماضي عن إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في جمهورية مصر العربية، وهو منتجع بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة على مساحة 40 فدان باستثمارات تجاوزت 1.5 مليار جنيه مصري، ومن المقرر أن يدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد. السيدات والسادة، لقد اتخذت الدولة المصرية خطوات حثيثة لتعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية في ربوعها، وندرك يقينا أنه لا يزال هناك جهودا مبتكرة عدة يمكن تبنيها لتحويل مصر إلى وجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، لتصبح رافضا أصيلا لتعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقا لرؤية مصر 2030. فمن جهة ينطوي النظام البيئي للسياحة الطبية والصحية على شبكة معقدة من الفاعلين المحليين والدوليين الذين يعملون معا في نسق متناغم لضمان تطور هذه الصناعة واستدامتها، مما يخلق مجالا رحبا للتطوير والتجديد المستمر لتعزيز العمل المشترك فيما بينهم. ويأتي في مقدمة هؤلاء مقدمو الرعاية الصحية من مستشفيات وعيادات وأطباء محترفين والوكالات السياحية والهيئات التنظيمية المختصة بشؤون السياحة والصحة ومنح تأشيرات الدخول وشركات التأمين والخدمات الداعمة، كما أن هؤلاء يقومون على عدد كبير من الخدمات والأنظمة الداعمة. ومن جهة أخرى يمكن الوقوف على تدابير ومبادرات وتجارب ناجحة تم تبنيها دوليا ويمكن الاهتداء بها لتأسيس صناعة تنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها وتوفير تجربة صحية سياحية استثنائية. فنجد على سبيل المثال تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة للسياحة العلاجية وتكوين عناقيد صناعية مبتكرة لهذه السياحة، استحداث تأشيرة دخول البلاد لغرض السياحة العلاجية والاستشفائية، وتطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية، وكذا تطوير منصات افتراضية لتنسيق خدمات الرعاية الصحية قبل الحصول عليها وأثنائها وبعدها، مما يتيح تجربة كاملة للعميل بما في ذلك الاستفسارات الأولية والتنسيق مع مقدمي الخدمة والمتابعة بعد الحصول على الخدمة، إضافة إلى إدماج الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة ضمن صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية. لذا فإنني أدعوكم جميعاً لإثراء فعاليات المؤتمر على مدار يوميه ليكونوا بحق منصة تشاركية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والدروس المستفادة منها، حتى نصنع معاً مستقبلاً مزدهراً لسياحة علاجية واستشفائية رائدة. وفي الختام أتمنى لكم جميعا كل التوفيق وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبهذه الكلمة الهامة لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، نختتم مع حضراتكم الجلسة الافتتاحية ونترك حضراتكم في استراحة لمدة 20 دقيقة، وندعوكم أيضا لزيارة المعرض. شكرا لكم.